بسم الله الرحمن الرحيم. مع الوزير، السادة الوكلاء، السيدات، السادة المدراء العامين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكرر مباركتنا لمع الوزير باستلامه مهام الوزارة، نتمنى له التوفيق إن شاء الله. الزيارة الأولى خلال 24 ساعة لوزارة الصحة، هذه الرسالة أن هذا القطاع يمثل أولوية بالنسبة لنا كحكومة. المنهاج الوزاري ركز على قطاع الصحة، راح يكون عنده دعم مباشر للوزارة على مختلف الأصعدة. راح يكون هناك فريق من المستشارين موجود، ما يأخذ من مساحة الوزير أو الملاكات، هذه صلاحياتكم، لكن راح يتابع بأدق التفاصيل لكل خطط الوزارة ويكون مساند لكم في عملكم. الموضوع الآخر يتعلق بالسياسة الدوائية بالعراق. دائما ما هذا يكون من المواضيع اللي تطرح والقضايا الحساسة اللي ترافق أداء وعمل وزارة الصحة. فأخوان، هذا الملف جدا مهم بالنسبة لي، وأكو إجراءات وخطوات راح يعني توطين الصناعة الدوائية أولوية بالنسبة لي، وعندي شغل عليه. أنت تعرف جنابك أهمية العيادات الشعبية، يعني الخط المباشر مع المواطنين، يعني شقد ما تحتني بهذه المؤسسة، شقد ما تقدم خدمة من حيث الكوادر التخصصية من كل النواحي. كل ما المواطن يلقى فد شيء يعني قدامه، خصوصا إحنا مواطننا منهك. والله أكو مواطنين يجون ما عندهم إمكانية يشتري له شريط مال دواء 5000. ناس ترى خصوصا في هذه الظروف الأخيرة، ظروف ارتفاع الأسعار، نسبة البطالة، ارتفاع الفقر، عالم ما عدته. أكو ناس مرضى ما عدته علاج تعالج. يعني أنتوا فكروا إخوان بهذه الطبقة. وزارة الصحة تخلي في سلم أولوياتها، مشاريعها، برامجها، اهتماماتها هذه الطبقة الفقيرة، الناس محدودي الدخل. لأنه أنت ممكن تصبر عليك أي شيء بالحياة، بس مسألة أنه أنت مريض وما عندك قدرة تعالج، فهذا يعني فتشي ما حد يقدر يتحمله. أنت اليوم مقتنع بالخدمة اللي قاعد تقدم؟ أكيد لا، كنا ما مقتنعين. أكو عدم رضا واضح من هذه الخدمة. يعني أنا ليش أجي أول ما أجي لوزارة الصحة؟ ليش أجي من أعدل منهاج أنا مع مستشارين مع جهات سياسية وشكل حكومة أولوية؟ غير أكو فت خلل واضح. اليوم الناس ياهو اللي يقيح يطلع برا، يروح خارج العراق، ليش؟ غير أكو خلل.